ولتسليط الضوء على الأزمة الاقتصادية في العراق وأثرها في مستوى أو في رفع مستوى الفقر، معنا من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو. أهلا بك معنا دكتور صباح. أهلا ومرحبا بكم. أهلا بك دكتور صباح. بداية، يعني مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع مستوى الفقر في العراق، حذرت شركة ريستاد إنرجي من انهيار اقتصادي في العراق بسبب التحول إلى الطاقة النظيفة. كيف يمكن أن يؤثر توجه دول العالم لاستخدام الطاقة النظيفة على سوق النفط وكبار مصدريه؟ حقيقة الدول التي اعتبرت بمفهوم الواقع الاقتصادي لها أو نظامها الاقتصادي كدول ريعية وما تمتلكه من ثروات ممثلة بالنفط والغاز وما تمتلكه من ثروات معدنية أخرى، هذه الدول حقيقة مهددة بأوضاع اقتصادية سيئة جدا مستقبلا، خصوصا وأن العالم حاليا يستهلك بحدود حوالي 82 مليون برميل يوميا، بينما 2019 كان يستهلك بحدود حوالي 100 مليون، أي أن هناك انخفاض في مسألة الاستهلاك، وهذا يضرر أولا الدول الريعية مثل العراق وكذلك أيضا دول نفطية أخرى. لذلك نلاحظ أن زيادة الإنتاج لا يعني أن هناك زيادة في الإيرادات ما لم يتم استثمار هذه الإيرادات في عمل إنتاجي لصالح الحالة الاقتصادية بالعراق، أي بوجود إيرادات ثانية غير النفط. ولذلك نلاحظ سنة 2035 العالم سيتحول بنسبة عالية جدا لأكثر من 45% من استهلاك الطاقة إلى الطاقة النظيفة، أي هناك استغناء كبير سيحدث في الدول الصناعية المستهلكة للنفط، بما أن هذه الدول لم تستثمر إمكانياتها المالية وإيراداتها وتعديل اقتصادها بالاعتماد على إيرادات واقتصادات وإنتاج زراعي وصناعي وخدمي وغير ذلك مثل العراق، تحول إلى بلد معيل لشعبه، أي حوله إلى شعب غير منتج بأي صورة أو أخرى أو لأي مادة ممكن، علما بأن عوامل الإنتاج الزراعي متوفرة، عوامل الإنتاج الصناعي متوفرة، القوى العاملة تضخم كبير جدا بالقوى العاملة في العراق، نلاحظ أعداد الخريجين خلال 15 سنة الماضية يقدر بحدود أكثر من 700,000 من الخريجين نصفهم عاطل عن العمل. إذن هناك كارثة قادمة ستحل بهذه الدول الريعية ومؤشراتها ستكون خطيرة جدا، ولذلك نلاحظ هناك استنزاف كبير جدا من قبل السلطات المهيمنة على إيرادات العراق النفطية دون إيجاد أي شكل من أشكال مواقع عمل جديدة أو عمليات إنتاجية في المجال الصناعي أو الزراعي أو الخدمي أو غير ذلك. لذلك نلاحظ العراق أحد الدول التي تحذر منها المنظومات الدولية والمؤسسات الدولية بأن العراق قد يكون قادما إلى كوارث اقتصادية قادمة. نعم دكتور صباح، يعني من يتحمل مسؤولية إثقال كاهل الاقتصاد العراقي بالأزمات؟ هل هي يعني الحكومات المتعاقبة أم أن الأمر يتجاوز إلى أن يكون لربما دول؟ وهل من الممكن يعني جعل أو هل من سبيل لجعل العراق يعتمد على موارد ثانية غير النفط في ظل الظروف الحالية؟ الذي يتحمل حقيقة المسؤولية في تدهور الحالة الاقتصادية في العراق هي القوى السياسية الحاكمة
منذ أكثر من 50 سنة ولغاية الآن، ليس الآن وإنما منذ 50 سنة وإلى الآن، ولكن ازدادت حالة تدمير الواقع الاقتصادي والاعتماد على النفط منذ 2003 ولغاية الآن. وهذا شكل خطرا كبيرا جدا في عملية الاعتماد على استيراد مختلف أنواع المواد التي ممكن إنتاجها في العراق. وهذا أدى إلى أولا تدهور للقوى العاملة، هروب القوى العاملة إلى الخارج خصوصا الكفاءات وغيرهم، ولذلك لاحظت تزداد نسبة الفقر ونسبة البطالة التي ستشكل في اعتقادي في السنتين القادمة قد تكون أكثر من 40% إذا ما استمرت حالة التضخم النقدي، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع في أسعار قيمة العملات الصعبة أزاء الدينار العراقي، وهذا سيشكل أكثر خطرا على أصحاب الدخول المحدودة كالموظفين والعاملين البسطاء في أعمال يومية. نعم. أو في من يعمل بشكل مبسط. في ذات السياق دكتور صباح، يعني أكدت لجنة الاقتصاد النيابية أن ارتفاع سعر صرف الدولار كبد المواطنين أضرارا كبيرة، هل أعاد ذلك بالنفع على العراق كما ادعت الحكومة أم فعلا هناك أضرار؟ حقيقة المستفيد الجوهري والأساسي في رفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي هي الجهات المهيمنة في مفاصل إدارة المال العراقي، يعني العاملين في إدارة المصارف الخاصة في عملية شراء العملة، وبنفس الوقت القوى السياسية المهيمنة على المؤسسات الاقتصادية كوزارة التجارة والنفط والاقتصاد والمالية وغير ذلك، نلاحظ هم المستفيدين لأنهم ماسكين إدارات كثيرا من البنوك وغير ذلك، وبنفس الوقت عمليات الاستيراد أو عمليات غسيل الأموال حقيقة ما يحصل في عملية إخراج العملة الصعبة إلى خارج العراق، ولذلك نلاحظ تزداد قيمة التضخم النقدي، وهذا يشكل خطرا كبيرا في ازدياد الفقر والبطالة، ويدفع ثمنه الإنسان المواطن الذي ذو الدخول البسيطة جدا، علما بأنه تزداد ثروات العناصر المهيمنة على إدارة الاقتصاد والمال العام. نعم. تقرير كندي أكد أيضا أن 3 ملايين عراقي جدد سيعيشون تحت خط الفقر. 3 ملايين، ألا يعتبر هذا الرقم كبيرا جدا لبلد يمتلك ثروات هائلة مثل العراق؟ نعم، حقيقة هذا شيء مرعب، ولكن دون اكتراث من قبل السلطات الحاكمة المستمرة في عمليات التدمير للاقتصاد والمال العام، يعني لغاية الآن لم تتمكن السلطات من إيجاد مساحات جديدة لأن تضم القوى العاملة والخريجين الموجودين في ساحة العمل. يعني العراق يمتلك قوة عمل كبيرة جدا لم يتم استثمار أكثر من 10% منها فقط، ولذلك المنظمات الدولية تعتبر العراق من الدول التي إنتاجية الموظف أو القوى العاملة فيها لا تتجاوز 17%، وهذا يشكل خطرا قادما على العراق واقتصاده وأمواله حقيقة. نعم. إذن الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو، كنت ضيفا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.